الإلكترولايتس أو الأملاح. تعبير الإلكترولايتس هو يعني العناصر التي تحتوي أما على شحنة موجبة أو سالبة. بتعبير آخر، أما عدد الإلكترونات أكثر من عدد البروتونات أو أقل. في جسم الكائنات الحية وبالخصوص الإنسان يحتوي على الإلكترولايت التالية: الصوديوم، البوتاسيوم، الكلورايد، الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفيت، البايكربونات، والسولفيت. تلعب الأملاح أو الإلكترولايت دور مهما في نقل الغاز العصبي، تقلصات العضلات، تبقى جسم على سوائل أو تمنعه من الجفاف، كذلك تنظم الحامضية والقاعدة في جسم الإنسان. الحامضية والقاعدة يعتمد على ذرات الهيدروجين، كلما ازداد ذرات الهيدروجين تزداد الحامضية، كلما قلت تقل، وكلما قلت تزداد القاعدية. كذلك بالنسبة للفوسفيت فهو يدخل في تكوين الـ DNA والـ RNA والتي تمثلان الشفرة الوراثية في جسم الكائن الحي. أما بالنسبة للسولفيت فهو يدخل في الأحماض الأمينية والبروتينات. إن عملية توازن الأملاح في جسم الإنسان تقطع تحت العديد من الآليات التي يوفرها الجسم من أجل الحفاظ على التوازن، مثل الكلية والقلب والهرمونات التي تعمل جميعها على تنظيم مستوى الأملاح في الدم. ولكن عند حدوث خلل في هذه الآليات التي ذكرت سابقا، فإن هذا يسبب قلة أو زيادة هذه الأملاح. وبكون وظيفة الأملاح تتعلق بالعازة العصبية وتقلص العضلات وحامضية وقاعدية الدم، فبالتالي أنها تؤثر تأثيرات سلبية متعلقة بهذا الجانب. من أمثال هذه العلامات أو الأعراض: regular heart beat أي عدم انتظام دقات القلب، fast heart rate أي سرعة نبضات القلب، fatigue أي تعب، lethargy أي خمول، convulsion أو seizures أي مشاكل في العضلات مثل تقلصات أو تشنجات عضلية، nausea أي التباس أو غثيان، vomiting تقيؤ، diarrhea إسهال أو constipation كذلك يعني إمساك، abdominal cramping حدوث آلام أو كذلك أعراض في الجو في المعدة أو في البطن، muscle cramping كذلك آلام في العضلات، muscle weakness ضعف في العضلات، irritability أي التباس أو بمعنى آخر يصبح الشخص عصبي إلى حد أو يتهيج بالسرعة، confusion التباس، headaches آلام في الرأس، numbness and tingling أي هنالك تنمل في الأطراف أو خدر. طريقة قياس الأملاح مختبريا: في الحقيقة هنالك عدة طرق لقياس الأملاح مختبريا، منها الطريقة التقليدية والمتمثلة بالطريقة اللونية أي تفاعل أحد هذه الأملاح مثل صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم كلورايد مع مادة مخصصة لها وتعطي مركب لوني، وهذا المركب اللوني شدته تتناسب طرديا مع تركيز المادة المراد قياسها. وعند مقارنة هذا شدة اللون مع معايير ثابتة وعمل تناسب يعطينا في الأخير تركيز المادة المراد قياسها. أما الطريقة الأكثر صحة فهي طريقة الأيون سيلكتيف إلكترود. وطريقة الأيون سيلكتيف إلكترود هي مفهوم الآخر للخلية الجلفانية البسيطة. الخلية الجلفانية البسيطة تتكون من قطب سالب وقطب موجب أو أنصاف خلايا عند حدوث تخلقل في الشحنات أو كون القطب السالب يحتوي على شحنات أكثر، بما يؤدي إلى انتقال الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب حتى حدوث حالة توازن. وعند وضع هنا مقياس فولتي أو فرق الجهد يعطينا فرق الجهد بين الخليتين. لكل مادة مراد قياسها هنالك جدار يسمح فقط بعبور هذه المادة مراد قياسها، فمثلا الصوديوم يكون في هذا المكان مادة زجاجية تسمح فقط بمرور الصوديوم أو أيونات الصوديوم، بينما البوتاسيوم تسمح فقط بعبور البوتاسيوم مثل فانيوم مايسين وهو أعتقد مضاد حيوي. كذلك بالنسبة للكالسيوم مادة هنا تكون أو جدار فوسفوريك أسيد كلورايد بوليفينايل كلورايد ماتريكس، فكل مادة من هذه المواد جدار يسمح فقط بعبور المادة المواد قياسها. عند غمر أو غطس هذه الخلية الكهربائية في عينة المريض تدخل الأيونات أو المادة المراد قياسها من هذه حسب
سماحة جدالها إلى الجزء الخلية التي يسمى بالإنديكيتر إنديكيتر سيل أو إنديكيتر إلكترود، والذي يتمثل بالخلية المراد قياس المادة من خلالها. أما الجزء الآخر فالذي يسمى بالريفرنس إلكترود، عند مرور المادة المراد قياسها إلى هذا الجدار تزداد شحنة هنا. هذه الزيادة في الشحنة تسبب تخلخل في الفرق الجهد بين هذه الخلية وهذه الخلية، ما يؤدي إلى مرور تيار كهربائي من هذه الخلية إلى هذه الخلية فتعطينا فرق بالجهد. هذا الفرق بالجهد عند مقارنتها بمعايير معينة فنسبة الفولتية هنا تمثل تركيز الأيون المراد قياسه هنا، وكذلك فرق بعد ما قلنا بعد مقارنته بتراكيز أو معايير ثابتة يمكننا معرفة من الفولتية الكهربائية تركيز المادة المراد قياسها.